غريب في بيته. السفر كله مغامرات ودايما في مساحة من الجنون، ومن ضمنها ان في اخر رحلة لهولندا ليا حاجز تذكرة ب 15 يورو بس من هولندا للندن، بس عشان اقدر اخد التذكرة دي كان لازم اجي مدينة اسمها ايندهوفن، فانا هقضي هنا يوم واحد بس، وعشان كده كمان قررت ان انا منزلش في هوستل، انا كمان هروح اقيم عند واحد من السكان اللي موجودين هنا عن طريق الابليكيشن بتاع كاوتش سيرفينج. الكاوتش سيرفينج للي ما يعرفش هو ابلكيشن بيخليك تتواصل مع الناس اللي عايشين في البلد دي، ممكن حد يستضيفك يوم يومين، بتبعت له ريكوست وهو على حسب بيشوف الابلكيشن بتاعك ويقبل او يرفض. المدينه هاديه بطريقه مرعبه، انا خايف اجر الشنطه على الارض تعمل صوت عالي. الو هاو ار يو برو؟ واحنا في البيت قال لي انا هعمل لك اكله شرقيه مشهوره عندكم اسمها شكشوكا. طبعا دخلنا في قصه شكشوكه، ايه يا عم ده انت عرفت الشكشوكه دي منين؟ قال لي اصل دي اكل. زرت الهرم بتاعنا. هرم بتاعنا ايه يا معلم؟ هاو كان وي دانس؟ هاو هنبدا بقى ان ايه نقطع الشكشوكه. ذاتس هيلب يور سيلف. اوكي بي ماي جيست. ثانك يو. الموضوع شكله حلو كمان. شكله حلو. الاكل طلع حلو بصراحه. اكتر حاجه شدتني لقيته مجمع كام حاجه من البيت عنده، قال لي هنروح نعمل مشوار الاول. كل اللي كان فيه عباره عن دولاب، الدولاب ده اي حد عنده حاجه زياده في البيت بيحطها فيه. اختراع لطيف بصراحه، كل واحد عنده حاجه زياده بيجي يحطها في البوكس ده عشان اللي محتاجين يقدروا يجوا يفتحوا في اي وقت وياخدوا اللي هم محتاجينه، سواء اكل او حاجات هايجين. بعد كده ابتدينا بقى الجوله في البلد بالعجل. تشد اوكي. ركبنا العجل وانطلقنا في جوله في وسط البلد بالليل، المحلات قافله زي ما انتم شايفين. وصلنا بقى مكان في سكيتنج زي ما انتوا شايفين. البلد كلها هنا يا جماعه عباره عن فيليبس، عشان فيليبس بتاع اللمبات هو منشأ المدينه دي في هولندا. فعاملين ميوزيم، عاملين متحف لفيليبس. نشوف بقى دلوقتي يا جماعه الباركينج بتاع العجل عندهم عامل ازاي. المكان الساحه اللي فوق اللي هو الميدان ده، الجزء اللي تحت الارض كله جراج للعجل. والله انا متفاهم ان هولندا يبقى فيها نايتس والدنيا خربانه زي اللي ورايا دي، بس ليه وانا ماشي ابص تحت رجلي كده الاقي الهياكل العظميه دي؟ المكان اللي هو معمول متحف دلوقتي ده يا جماعه هو كان اول مكان ابتدوا فيه مصنع لفيليب في العالم كله. هو اللي قدر يوفره لي، قدر يوفر لي فعلا كاوتش، حتى الكنبه جميله كده قدام التلفزيون، جاب لي ملايه وغطا وشكرا على كده. هي دي الليله اللي هبتها. تسلم ايدك. ثانك يو. خلصت اليوم، وبعدين اخر اليوم كمان ما كانش فيه مواصلات عشان اروح المطار الفجر، ودي كانت الكارثه. فنفعني برضو الكاوتش سيرفنج في الحته دي، في ان هو الولد قال لي خد العجله بتاعتي روح بيها المطار. طبعا دي كانت علقه بنت لذينه لان 10 كيلو بالعجله، وهتسيبها لي هناك وصور لي بس انت سايبها فين، وانا كده كده ايه هبقى اجي اخدها. الموضوع سهل جدا، فروحت هناك فعلا سبتها له صورت له العجله وهو راح خدها بعد كده. فكانت تجربه بالنسبه لي بصراحه تحفه عبقريه. تمام، بس مش شرط ان هي تبقى حلوه في كل الاحوال، لان وارد ان انت هتتكعبل في ناس منيلين ب60 نيله والموضوع مش هيطلع الطف حاجه. فعشان كده وانت بتخوض التجربه دي محتاج تعمل ايه؟ محتاج انك تقرا الريفيوز كويس بتاعت الناس اللي انت بتبعت لها الريكوست. اللي بينزل عنده في مره بيكتب عنه ريفيو، كل واحد فيكم بيكتب عن التاني ريفيو، فبيبقى باين من الاخر، بيبقى باين الشخص اللي قدامك ده كويس ولا في ناس كتير كانت بتشتكي منه.